مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من 7 دي سبورت. وكعادتنا احنا محظوظين بان احنا بنطلع قبل الماتش بيوم، بقالنا يعني هو ثالث ماتش على التوالي، وهنبدا حلقتنا كالعاده بالعناوين. الاهلي يختتم استعداداته لمواجهه الترجي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. بداية مثالية لسلة الأهلي رجال وسيدات لحصد المزيد من البطولات. جوائز مالية ضخمة بانتظار السيتي حالة تتويج بالثلاثية. عرض صعودي ضخم لحارس فرنسا المعتزل. سيطرة مصرية على نهائيات بطولة العالم للإسكواش. وطبعا هيبقى معانا أحداث تانية وأخبار تانية كتير، لكن انتظرونا بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم، ولكن النهاردة حابب أتكلم في موضوع أو حاجة مهمة جدا كمقدمة للبرنامج. يعني الأهلي عودنا على الإنجاز، على التطور، ومش بس لصالح جمعيته العمومية ولا جمهوره، لكن للرياضة المصرية بشكل عام. الأهلي بيقدم للرياضة المصرية صرح جديد، وهو الفرع الرابع في التجمع الخامس، واللي أعلن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رسميا افتتاحه يوم 1/6 القادم. النادي الأهلي كيان كبير جدا 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 جدا. الأهلي بيجي دايما في المقدمة، ودايما الأهلي رقم واحد بإذن الله. كلنا مع بعض هنبني الأهلي سوا، وهنحافظ على الكيان العظيم ده اللي مقصود دايما منه اللي يكون في المقدمة، لان ده قدر، وهي طريقته مش ممكن يحيد عنها ابدا. طريق الانتصارات والبطولات والتاريخ اللي بيصنعه كل يوم. الحمد لله احنا في نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، ويفضل النادي الأهلي بإذن الله في المكانة اللي تليق به، بتاريخه، بقيمته، بجماهيره، بأعضائه. النادي الأهلي فعلا قيمة تاريخية، قيمة رياضية، قيمة وطنية. القيمة التاريخية من 1907، وتاريخ النادي الأهلي يشهد على كل السنوات الكتير اللي عدت في تاريخ النادي الاهلي، 116 سنه لغايه النهارده. يعني القيمه الرياضيه واضحه الحمد لله رب العالمين، في انجازاته، في بطولاته، في كل المحافل الرياضيه اللي بيشترك فيها، في كل الالعاب. النادي الاهلي ليه دور كبير جدا في تحقيق الكثير منها من انجازات وبطولات كبيره الحمد لله رب العالمين. القيمه الوطنيه بقى، اساس النادي الاهلي وتاريخ انشائه هو أساسه وطني. أساس النادي الأهلي النهاردة مش بس النادي الأهلي ليه دور في المحافل الرياضية وفي الرياضة، لا، النادي الأهلي ليه دور مع بلده، ليه دور مع وطنه، مع شعبه. إن النادي الأهلي بتاريخه، بإنجازاته ديت، لازم إن يكون ليه دور في زيادة المساحة الرياضية من البناء. النادي الأهلي كمان ليه دور في جوانب تنموية كتير جدا لازم النادي الأهلي يكون ليه دور فيها ويقوم بيها، بيساهم في الإعمار والبناء، كمان بيخلق فرص عمل الحمد لله كتيرة من خلال المنشآت الرياضية كتير النادي الأهلي بيقوم بيها الحمد لله رب العالمين. فرع التجمع منشأة رياضية إن شاء الله بإذن واحد أحد هتسعد كل أهلاوي وكل محب لهذا النادي العظيم. مساحة النادي 50 فدان، التكلفة عدت 1,500,000,000 جنيه كثمن أرض ومباني. المرحلة الأولى اللي الحمد لله اكتملت بالكامل تمثل أكثر من 80% من مساحة النادي، وتعمل النادي كله بالشكل اللي هي يليق بالنادي الأهلي بقيمته، بتاريخه، بأعضائه، بجماهيره.
اعتقد الناس كلها تسعى بيه باذن واحد احد ان شاء الله. كمان حابب اشكر كل مؤسسات الدوله الوطنيه وقياداتها لانهم فعلا بيقوموا بالمسانده والمساعده في كل الكيانات الناجحه في مصر، سواء كانت كيانات رياضيه او غير رياضيه. فرع التجمع هو الفرع الرابع في القاهره الكبرى، فرع التجمع بعد الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. النادي الاهلي على مدار تاريخه يعني جيل بيسلم جيل، ومش ده الفرع الاخير باذن الله، ان شاء الله يكون هناك فروع اخرى سواء داخل القاهره الكبرى او خلال محافظات بلدنا الحبيبه مصر. دلوقتي انا يمكن باسمي وباسم اعضاء مجلس اداره والاداره التنفيذيه وجميع العاملين في النادي بنعلن موعد الافتتاح الرسمي لفرع التجمع الخميس 1/6/2023 باذن الله وعلى بركه الله. النادي الاهلي بمسانده اعضائه وجماهيره وكل المحبين لهذا النادي هيفضل باذن الله اعظم نادي في الكون. النادي الاهلي تاريخ، مبادئ، تطوير. يعني اختيار كمان يوم 1/6 اختيار موفق جدا من كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، في نفس الوقت اللي النادي الأهلي بيعمل فيه الإنجازات العظيمة دي، في نفس الوقت هو بطل السوبر المصري وبطل كأس مصر ومتصدر الدوري المصري، وبكرة هيلاعب مباراة مهمة جدا مع الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. الأهلي كمان بينظم بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد في مصر. الأهلي كمان بيفوز على الاتحاد السكندري في بداية نهائيات دوري سوبر السلة الرجال، وكمان البنات بيفوزوا على الجزيره في السله. الاهلي بيبني وبيضيف للبنيه التحتيه للرياضه المصريه وبيحقق وعوده لجمعيته العموميه ولجماهيره، انما دايما بيشتغل وبيحقق انجازات، وبفضل الانجازات دي دايما على القمه. الاهلي زي القطر لا بيقف ولا بيهدى، الاهلي ما يعرفش غير العمل والاجتهاد بشرف وبامانه. عشان كده الاهلي دايما بطل والاهلي دايما على القمه، وواجهه مشرفه للرياضه المصريه. واي اهلاوي فخور بانتمائه للنادي الاهلي، نادي القرن، فخور بكل اللي الاهلي ومجلس ادارته بيعملوه خلال الفتره دي والفترات السابقه كمان. وهيفضل الاهلي مرادف للعمل والانجاز والبطولات. كل الكلام ده كان لازم اقوله قبل بدايه حلقتنا النهارده، والحقيقه الفخر اللي الواحد بيحس بيه في انتمائه للنادي الاهلي سواء بالانجازات اللي بيعملها النادي الاهلي من بطولات ومن مكاسب للالعاب كلها على مستوى كل الالعاب، حقيقه كمان الانجازات اللي بيقدمها النادي الاهلي للدوله المصريه من بنيه تحتيه وانشاءات حاجه على اعلى مستوى وحاجه على مستوى عظيم جدا. الاهلي جزء من الدوله المصريه وبيمشي على خط الدوله المصريه وبيمشي على سياسه الدوله المصريه، لا ينفصل عن سياسه الدوله ابدا. النادي الاهلي جزء من سياسه الدوله، والنادي الاهلي دايما طول عمره هو السباق للانديه المصريه كلها. تعالوا بقى نروح لاول اخبارنا، واول خبر معانا النهارده اكيد من بعثه النادي الاهلي في تونس. النهارده كان اول مران او مران الختامي لفريق النادي الاهلي في تونس على الملعب الاولمبي برادس اللي هيستضيف مباراه غدا ان شاء الله امام الترجي التونسي، المقرر لها الساعه 8 مساء بتوقيت تونس والعاشرة مساء ان شاء الله بتوقيت القاهره في ذهاب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. قبل المران كان في اجتماع، الاجتماع الفني كمان، وكمان كان في مؤتمر صحفي وفقا للائحه، لائحه البطوله، اتكلم فيه مستر كولر المدير الفني للنادي الاهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق عن المباراه. وطبعا كان السفير ايهاب فهمي سفير مصر في تونس حرص على حضور مران الفريق اللي كان امس طبعا على احد الملاعب الفرعيه بملعب الاولمبي برادس. مباراه اكيد صعبه، واوعوا تسمعوا لاي حد بيقول الترجي بيخسر ماتشاته الاخيره في الدوري التونسي يبقى الترجي، لا الترجي هيفضل ترجي. الترجي فريق كبير، فريق محترم، وجوده في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بيأكد انه عنده امكانيات كبيره جدا. ولكن دايما عندنا ثقه في النادي الاهلي وعندنا ثقه في لاعبتنا انهم هيفرحوا جمهورهم وهيعملوا ماتش هايل جدا وهيتأهلوا للمرحله اللي جايه اللي هي النهائي ان شاء الله، وهيقطعوا شوط كبير في تونس ان شاء الله نحو الوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا بالفوز ان شاء الله غدا. هنروح نشوف تقرير عن المباراه التاريخيه بين الاهلي والترجي ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. زي ما حضراتكم شفتوا يعني المباريات بين الاهلي والترجي تتسم بالطبع خاص جدا، لكن ملعب رادس ده ليه ذكريات كتير جميله جدا مع كل الاهلاويه يعني، وليه بطولات كتير حصلنا عليها هناك
اكيد مش هننسى البطولات اللي خدناها في رادس، ومش هننسى ابدا ان فريق الترجي فريق قوي معاه مدير فني محترم بقيمه الكابتن نبيل معلول، فلازم يتعمل له حساب كويس قوي. نروح بقى للاجتماع الفني لمباراه الاهلي والترجي اللي اقيم اليوم بفندق الترجي بتونس بحضور مندوبي الاتحاد الافريقي ومندوبي الفريقين. وطبعا كان الاجتماع حضره من النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، والكابتن سمير عدلي المدير الاداري، وكابتن ماهر عبد العزيز اداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الامني. خلال الاجتماع تم التاكيد طبعا على كافه الضوابط الاداريه والتنظيميه للمباراه، واتقرر ان يرتدي الاهلي الطاقم الاسود بالكامل، وحارس المرمى هيلبس الطاقم الاخضر، وفريق الترجي هيلبس طبعا الالوان المميزه بتاعته الاصفر في الاحمر والشورت الاحمر والشراب الاحمر. وتم الاتفاق على وصول الفريقين الى ملعب المباراه قبل بدايه المباراه بساعه ونص عن موعد انطلاقها. يعني مباراه هيبقى ليها طابع خاص جدا، مش عايزين نعتمد على اي حد بيقول لنا اي حاجه. احنا زي ما مستر كولر ماشي في الفتره الاخيره كل ماتش بماتشه، زي ما احنا متعودين منهم ان دايما كل ماتش بتتاخد بالجديه المطلوبه في اي بطوله، سواء في الدوري او الكاس او في بطوله افريقيا. الاهلي بيحترم كل الفرق، وفريق الترجي تحديدا من الفرق الكبيره في افريقيا اللي ليها اسم كبير في افريقيا. لكن احنا كمان النادي الاهلي اخر ثلاث نهائيات موجودين فيها، واخدين نهائيين منهم، وعاوزين نوصل للمره الرابعه، وده طموح اللاعبين وطموح النادي الاهلي اللي لا يتوقف عن التفكير في البطولات وحصد البطولات. ده شيء في دمنا، يعني شيء في دم اي اهلاوي، ان احنا الهدف الاساسي لينا هو حصد البطولات، خصوصا بطوله ابطال افريقيا اللي ليها طابع خاص جدا عند جمهور النادي الاهلي وعند لاعبي النادي الاهلي. بتودينا لكاس العالم للانديه، وده دايما بيبقى هدف اي لاعب في النادي الاهلي انه يلعب كاس العالم للانديه. ودلوقتي كمان بقى هدفنا اكبر ان احنا نحقق في الترتيب بتاع كاس العالم للانديه اكتر من كل مره. يعني دي مباراه مش لازم نبقى بنتعامل معها باهميه اقل من اهميه الماتشات اللي قبل كده، بالعكس دي مباراه نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وكل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه بكره ان شاء الله. نروح بقى بعد كده لخبر خاص بلجنه العضويات بالنادي الاهلي برئاسه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اللي هتشتغل الفتره اللي جايه كمان شغل خاص جدا بعد اعلان افتتاح فرع التجمع الخامس يوم 1/6، مش عايزين ننسى اليوم ده. طبعا كتير جدا من الشخصيات الراغبه في الحصول على عضويه النادي الاهلي اللي بيتصارعوا لان هم يبقوا من اسره النادي الاهلي. يوم الاربعاء امبارح يعني شهد وسط اقبال كبير جدا من اعداد المتقدمين والراغبين في الانضمام لعائله الاهلي، وشهد الاهلي اقبال كبير في كل على مش عضويه التجمع الخامس بس بالمناسبه، يعني الناس بتقدم على النادي الاهلي بشكل عام في كل فروعه، خاصه ان اماكن النادي الاهلي وفروعه تعد الافضل والانسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الانديه الموجوده. كمان مساحه المقرر ليها فرع التجمع الخامس مساحه كبيره جدا لممارسه جميع الانشطه. والجديد بالذكر ان النادي الاهلي اعلن موعد افتتاح الفرع يوم 1/6 زي ما قلت لحضراتكم، وهو الفرع الرابع بعد الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. ويشهد الفرع النادي الرابع طبعا بالتجمع الخامس طفره هائله على المستويين الانشائي والخدمي، سواء فيما يتعلق بالمباني الاجتماعيه على مسطح 1000 متر 50 فدان زي ما اتفقنا يعني، واللي تم تصميمهم على احدث مستوى، الى جانب مباني غرف خلع الملابس ومباني اكاديميات الكوره وملاعب كره السله وملاعب كره اليد وملاعب كره الطايره اللي تم الانتهاء منها مع استخدام احدث الارضيات المعتمده من الاتحادات الدوليه كلها. هذا الى جانب ملاعب الخماسي طبعا وملاعب نجيل صناعي للاكاديميات، كما تم الانتهاء من منطقه اكوا بارك للالعاب المائيه يعني بالنادي، وكانت المنشات كلها على اعلى مستوى الحقيقه. يعني بصوا زي ما حضراتكم شايفين معانا كده، دي ملاعب التنس اهي، كل حاجه على اعلى طراز وعلى اعلى مستوى. وطبعا مساحه النادي مساعده ده 80% تقريبا، المرحله الاولى هي حوالي 80% من فرع التجمع الخامس، لكن اللي جاي لسه كمان هيبقى مبهر اكتر. يعني كل حاجه هتبقى فيها شخصيه النادي الاهلي وهويه النادي الاهلي. كمان انت بتتكلم على غير المساحه كبيره، المكان نفسه التجمع الخامس او القاهره الجديده هو مكان كمان الدوله مهتميه كمان بالمدن الجديده، فبالتالي المكان ده لازم يبقى اسم النادي الاهلي فيه كعاده النادي الاهلي مميز جدا. يعني زي ما حضراتكم شايفين دي ملاعب الكوره، دي ملاعب الاكاديميات على ما اظن من جيل صناعي اهي، حاجه يعني على اعلى مستوى، حاجه مستوى ما حصلش قبل كده في تاريخ الانديه. يعني انت بتتكلم على اسم النادي الاهلي نفسه براند نيم، النادي الاهلي هو القيمه التسويقيه الاكبر في الوطن العربي وافريقيا، النادي الاهلي هو الاسم التجاري الاعلى ما بين كل الانديه المصريه والعربيه. لسه مع النادي الاهلي لكن المره دي بقى مع الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي، اللي هيخوض مواجهه قويه جدا النهارده عشان يكمل سلسله السوبر او نهائي دوري السوبر
هيلتقي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري في ثاني مباريات نهائي دوري السوبر للمحترفين. المقرر ان تنطلق المباراه في 7 مساء اليوم بعد اول ما تخلصوا 7 دي سبورت نروح نتفرج على الماتش كلنا سوا. هتقام على صاله الشباب والرياضه، وطبعا يسعى الفريق الى الفوز بها ومواصله العروض القويه في البطوله. ويعقد الاسباني طبعا المدرب المخضرم اوجاستي بوش المدير الفني محاضره للاعبين قبل انطلاق عمليات الاحماء لمراجعه كل الخطط والجوانب الخططيه والاداريه، الادوار المطلوبه طبعا من كل اللاعبين خلال اللقاء. وطبعا رجال السله افتتحوا طبعا سلسله الدوري او النهائي الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجه 69-62. ده اول ماتش في كاس السوبر او دوري كاس السوبر، هو المسمى بتاعه يعني. هنروح برضو زي ما احنا في كره السله، لكن المره دي بقى زي ما حضراتكم شايفين ده اللقطات من المباراه الاولانيه. احنا مكملين مع بعض برضو في لعبه كره السله اللي ايضا السيدات هيلعبوا برضو فيها. هم فازوا على فريق سيدات الجزيره بنتيجه كبيره 90-56 في المباراه اللي جمعت بينهم امس ضمن اولى مباريات نهائي بطوله دوري السوبر. قمت المباراه على صاله الشباب والرياضه بمدينه 6 اكتوبر، والفريق قدم عرض قوي جدا تحت قياده الجهاز الفني بقياده المخضرم طارق خيري. شهدت المباراه طبعا الاول في بدايه المباراه تقدم النادي الاهلي 24-22، كانت النتيجه متقاربه يعني في اول ربع، وبعد كده انتهت الفترة الثانية بنتيجة 49-31، ووصل الأهلي طبعا تقديم التألق بأن هم يفرقوا شوية ب 73-40، وبعد كده حسم اللقاء بالفوز بالفترة الرابعة بنتيجة 90-56، وفريق السيدات تأهل إلى نهائي البطولة دي بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة 84-47 ضمن منافسات الفريق بدوري نصف بدور نصف النهائي. يعني طبعا كرة السلة في النادي الأهلي شهد طفرة كبيرة جدا الفترة الأخيرة، حقيقة النشاط الرياضي كله يعني بكل ألعاب الصالات وبكل الألعاب الفردية كمان في طفرة كبيرة جدا 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 الفترة دي. احنا تقريبا واخدين حوالي 90% من البطولات بتاعة ألعاب الصالات كلها. تعالوا دلوقتي بقى نشوف هنلعب مين الأسبوع الجاي ونتائج فرق النادي الأهلي المختلفة بكل الألعاب المختلفة في الأسبوع اللي فات وهنلعب مين الأسبوع الجاي. نبدأ مع بعض كرة اليد رجال، الأهلي والزمالك 27-24 في كأس السوبر الأفريقي طبعا، وبعد كده الأهلي وكروكت الأثيوبي 59-8. كرة اليد سيدات، الأهلي وأوتوهو الكونغولي 30-26، والأهلي وهبتات الإيفواري 39-15. كرة السلة رجال، الأهلي وسلاك الغيني طبعا دي في الدور في بطولة البال 80-70، وأولى مباريات نهائي دوري السوبر بقى الأهلي 59-62 زي ما قلنا لحضراتكم على الاتحاد السكندري. كرة السلة سيدات، الأهلي وسموحة 48-47، ده كان ماتش صعب طبعا اللي هو نصف نهائي دوري السوبر، والأهلي والجزيرة 90-56 ده مباراة النهائي طبعا وأول مباراة النهائي طبعا زي ما احنا فاهمين يعني. هنشوف مع بعض المباريات اللي جاية بقى معانا الأسبوع الجاي. نهائي دوري السوبر كرة السلة سيدات الأهلي والجزيرة يوم 12/5، ونهائي دوري السوبر كرة السلة رجال الأهلي والاتحاد السكندري 13/5، ده غير ماتش النهاردة يعني. والأهلي والجزيرة طبعا تاني في نهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات 14/5، ويوم 15 الأهلي والاتحاد السكندري نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال. وبعد كده عندنا الأهلي والجزيرة تاني، طبعا احنا عارفين نظام دوري السوبر كويس، نهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات يوم 15/5، وبعدين يوم 16 الرجال هيلعبوا الاتحاد السكندري، يوم 17 السيدات هيلعبوا الجزيرة، وبعد كده بقى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد سيدات الأهلي هيلعب النواصر المغربي 14/5. كل التوفيق طبعا لكل فرق النادي الاهلي في جميع الالعاب. دلوقتي هنطلع نشوف انفوجراف كده عن مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا، وهنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم بقى عشان نروح لاخبارنا العالميه، وهنشوف خبر انا عايزكم تركزوا في الارقام كويس قوي، لان الارقام دلوقتي بقت حاجات مجنونه قوي يعني. مانشستر سيتي لو ربنا كرمهم يعني وحققوا الثلاثيه، وانا بشجع مانشستر سيتي، وانا كان نفسي الارسنال ياخد بصراحه عشان اني بس مانشستر سيتي قدامه 300 مليون استرليني في الموسم ده. لو فاز بلقب البريمير ليج للمره الخامسه في 6 مرات هيبقى تقريبا هياخد
رقم هيقرب من 300 مليون زي ما قلت لكم لو خدت التراثيه. طب تعالوا نشوف بقى الارقام اللي صاحب الزصانه البريطانيه قالت في حال تتويج السيتي بلقب الدوري الانجليزي للمره الخامسه في اخر 6 اعوام هيحصل على 164 مليون استرليني زي الموسم اللي فات. يعني هم الموسم اللي فات خدوا كده بالظبط. طيب في حاله التتويج بدوري ابطال للمره الاولى في تاريخهم بقى هيضمن السيتي انه هياخد 117.2 مليون استرليني مقابل الحصول على 3.9 مليون استرليني حاله تتويج بكاس الاتحاد. ده لو حققوا الثلاثيه هيبقى المجموع 185 مليون و1 مليون استرليني. انتم متخيلين الرقم؟ متخيلين الناس دي واصلين لارقام عامله ازاي؟ يعني ده في حاله لو حققوا الثلاثيه. انا اتمنى والله ان الارسنال يعملوا حاجه عشان ابننا محمد النني، يعني النجم المصري العالمي محمد النني قدامه فرصه انه يحقق البريمير ليج. لكن هي الفكره نفسها في ان احنا بنشوف ارقام مهوله. الكره دلوقتي بقت صناعه مربحه جدا. 300 مليون استرليني ده رقم ميزانيه دوله تقريبا يعني، ففي فرصه لنادي واحد انجليزي انه يبقى معاه 300 مليون استرليني في موسم واحد. تعال نروح للخبر اللي بعد كده. بالنسبه للحارس الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام عنده عرض من احد الانديه السعوديه بثلاث اضعاف اللي بياخده في توتنهام. طبعا هو لسه له موسم، فاضل له مع توتنهام موسم وعقده لسه في عام اضافي مع توتنهام، ولكنه تلقى عرضا مغريا للغايه. ليه بقى؟ عشان يروح للفريق يرحل من الدوري الانجليزي اللي هو تواجد فيه توتنهام. هو بقاله بالظبط في توتنهام حوالي 11 سنه. حسب بقى صحيفه التايمز اللي قالت ان لوريس تلقى عرضا للانتقال للدوري السعودي على ان يزيد اجره ثلاث اضعاف اللي بياخده في توتنهام. هو بيتقاضى تقريبا اسبوعيا 100,000 استرليني في الاسبوع. ولوريس خاض مع توتنهام 447 مباراه كثامن اكثر لاعب مشاركه مع توتنهام يعني. وابرز انجازاته طبعا هو وصولهم في 2019 من هيئه الشامبيونز ليج. طبعا الدوري السعودي دلوقتي بيحاول يستقطب نجوم العالم كله عشان يبقى يعني الناس كلها هتشوف الدوري السعودي ده كمان سنه بالظبط. هتلاقي دلوقتي هو كريستيانو رونالدو اهو خد محبيه والفانز بتاعه ان هم يتفرجوا. لو حصل الموضوع ميسي ده يبقى احنا رايحين في سكه ان محبي ميسي ومحبي كريستيانو رونالدو هيشاهدوا الدوري السعودي. هم دلوقتي متارجتين بقى قوه الدوري نفسه ان انا اجيب احسن العناصر اللي موجوده في اوروبا وفي الوطن العربي وفي افريقيا. يعني خلاص هو دلوقتي عدى فكره. بس طبعا الامور التسويقيه في الدوري السعودي ان هو يجيب ميسي او رونالدو دي كلها امور تسويقيه هم تربحوا منها اكتر بكتير من اللي دفعوه. تعال نروح لخبر جميل جدا بقى بالنسبه لمنتخب فرنسا. شوف لما يكون عندك بنيه تحتيه قويه وملاعب كتير بتقدر تعمل تنوع في اماكن اقامه مبارياتك الوديه والدوليه. المنتخب الفرنسي هيستعد بقياده مدربه ديديه ديشامب طبعا لتجربه استثنائيه في موسم 23-24. الاتحاد الفرنسي بيعلن في بيان رسمي النهارده يوم الخميس ان هناك 7 ملاعب مختلفه سوف تحتضن مباريات منتخب الديوك في طبعا من الموسم ده يعني بنهايه 2023 و2024 بالكامل. هيلعب منتخب فرنسا ضد جمهوريه ايرلندا 7 سبتمبر المقبل على ملعب حديقه الامراء اللي هو طبعا ملعب العاصمه ملعب باريس سان جيرمان ضمن تصفيات المؤهله لبطوله يورو 2024. وفي 17 اكتوبر هيلعب كتيبه الديوك ايضا مباراه وديه مع في ملعب ليل، وبعدها هتلعب ضد جبل طارق يوم 18 نوفمبر على ملعب دو فرانس في تصفيات اليورو. وفي مارس 2024 هيلعب منتخب فرنسا مباراتين وديتين او في ملحق التصفيات الاوروبيه يعني على ملعب اولمبيك ليون وملعب مارسيليا. وهيختتم ابطال العالم مرتين في 98 و2018 مشوارهم في الموسم الجديد بقى مبارياتهم بوديتين ايضا على ملعبي بوردو وويمتز في يونيو 24. طبعا منتخب فرنسا اعتاد خوض مبارياته كلها على الوديه والرسميه وكل المباريات على ملعب دي فرانس في باريس. دلوقتي هم شوف بقى انت لما يبقى عندك بنيه تحتيه وعندك ملاعب وقاعده ان انت تعمل ماتشات في 7 اماكن مختلفه و7 حتت يعني انت كده هتسوق للسياحه طبعا اللي هي مش محتاجه في فرنسا ما شاء الله يعني. وكمان هتلعب في اجواء مختلفه وفي مدن مختلفه في فرنسا حاجه عظيمه جدا. دي لما يبقى عندك بنيه تحتيه سليمه اظن ان احنا في مصر عندنا كده. مصر بتعمل ده تقريبا بقى لها فتره بنلعب شويه في برج العرب وشويه في استاد القاهره وطول عمرنا كنا بنعمل كده بنلعب في المحله احيانا يعني منتخب مصر لعب في المحله ولعب في اسماعيليه ولعب في كل تقريبا الاماكن في مصر وبنلعب في اسكندريه كبير جدا. فدي حاجه عظيمه جدا يعني. وحتى لعبنا في اسوان كمان ماتشات وديه لو نفتكر سوا ان احنا منتخب مصر ايام كابتن حسن شحاته منتخب مصر الاول لعب في اسوان ماتشات وديه. فبالتالي البلد اللي عندها بنيه تحتيه انها تلعب في اكتر من مكان هي بتسوق للسياحه بتاعتها وكمان اجواء مختلفه يعني جو اسوان غير جو اسكندريه غير جو القاهره. نفس الكلام في فرنسا يعني. وبتدي فرصه كمان للجمهور في كل المحافظات انه يتابع منتخب بلده بدل ما يبقى باريس بس هي اللي بيتلعب فيها الماتشات او القاهره بس هي اللي بيتلعب فيها الماتشات. لا ده انت بتدي كمان فرصه
للمحافظات المختلفة أنها تحضر ماتشات لمنتخب بلدها. دي نقطة مهمة جدا برضو للناس اللي عايزة تشوف منتخب بلدها بيلعب في كل حتة. نروح بعد كده بقى لبرشلونة. القائد فريق برشلونة سيرخو بوسكيتس أعلن رسميا انتهاء مشواره مع نادي برشلونة تقريبا بقاله أكتر من 15 سنة. قال بوسكيتس حان الوقت للإعلان عن أن هذا هو الموسم الأخير في برشلونة، وأضاف الدولي الأسباني السابق: لقد كانت رحلة لا تنسى، منذ أن كنت طفلا أتيت إلى هنا لمتابعة المباريات ومشاهدتها على التلفاز، لطالما حلمت باللعب على هذا الملعب بهذا القميص وفي هذا الملعب حققت الواقع وتجاوزت كل أحلامي. الحقيقة يعني نجم كبير سواء في منتخب أسبانيا أو في برشلونة، هو نجم رائع. ده نهاية الجيل الذهبي لبرشلونة زي ما بيقولوا كده يعني. بوسكيتس 15 سنة من الإنجازات الكتير مع برشلونة الحقيقة يعني. تعالوا بقى مع بعض نروح نشوف بديل بوسكيتس في الخبر اللي جاي ونشوف الكرة المغربية وصلت إيه. بدأت برشلونة تتحرك طبعا عشان تشوف بديل لبوسكيتس بعدها. طب بدأنا فين أو مين الرجل اللي هم يعني عايزين يشوفوه بديل؟ بمرابط، نجم سفيان بمرابط طبعا نجم الكرة المغربية، وبمرابط بالمناسبة في الدوري الإيطالي في فيورنتينا زي ما احنا شايفين هو على الشاشة. لكن الخيار الأول لبرشلونة ان هم يشوفوا بديل لبوسكيتس هو العربي المغربي بمرابط. انا منحاز لكل العرب ومنحاز لاي لاعب عربي عنده فرصه ان هو يلعب في فريق بحجم برشلونه. طبعا طبعا نتمنى التوفيق، وهو كمان حاطينه قبل جوندوجان نجم مانشستر سيتي. يعني هو حاطين ترتيبات اختياراتهم للاعيبه اللي بديله لبوسكيتس، تخيل ان بمرابط قبل جوندوجان نجم مانشستر سيتي. حاجه يعني الكره المغربيه بنجوم المغرب وصلوا لمرحله عظيمه جدا. طبعا احنا عندنا نماذج وعندنا محمد النني وعندنا طبعا نجم مصر محمد صلاح، فخر العرب برضو فخر حقيقي للعرب طبعا محمد صلاح وتريزيجيه، وعندنا نجوم كتير جدا محترفين من قبل كمان نجوم المغرب. لكن الكره المغربيه ماشيه بتطور مستمر سواء على مستوى اللاعبين او على مستوى المنتخبات او كمان على مستوى الانديه. تعالوا نروح بقى للعاصمه القطريه الدوحه. اليوم الخميس كان في قرعه لبطولة آسيا 2024 اللي هتستضيفها طبعا قطر، اللي بقى بالنسبة لها حاجة عادية انها تستضيف البطولات بعد كأس العالم. بطولة آسيا دي بطولة عادية بالنسبة لها يعني. النهارده كان في طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينو، والشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد القطري رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الآسيوي عفوا ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة ابن احمد الثاني، وحشد كبير من ممثلي ومدربي الدول المشاركة واساطير وضيوف الحفل. وأصفرت القرعة دي عن تقسيم مجموعات كالآتي: قطر والصين وطاجستان ولبنان في المجموعة الأولى، المجموعة الثانية أستراليا وأوزبكستان والهند وسوريا، المجموعة الثالثة إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين، والمجموعة الرابعة اليابان والعراق وأندونيسيا وفيتنام. أما المجموعة الخامسة فكانت كوريا الجنوبية والأردن وماليزيا والبحرين، والمجموعة السادسة كانت السعودية وعمان وتايلاند وكازاخستان. وطبعا احنا عارفين هم 24 منتخب بيتم توزيعهم على 6 مجموعات، كل مجموعه تضم 4 منتخبات، ويتم اعتماد اصحاب المقاعد الاولى في المجموعات وفقا لتصنيف الاتحاد الاسيوي لكره القدم، اللي طبعا بيتصدر التصنيف ده المنتخب الياباني في الوقت الحالي، وبيتاهل للدور الثاني المتصدر والوصيف، بالاضافه الى 4 منتخبات هي الافضل بين اصحاب المراكز الثلاثه الاولى. وبتبدا الادوار الاقصائيه بمشاركه 16 منتخب، ويتم اقامه باقي البطوله بنظام خروج المغلوب. طبعا قطر حقيقه يعني بعد كاس العالم اي تنظيم فيها فالفرق اللي هتروح تلعب هناك محظوظه انها تشوف اجواء شبه اجواء كاس العالم. وطبعا البطوله دي فيها اكتر من منتخب عربي، نتمنى لهم كلهم التوفيق، ونتمنى للمنتخبات العربيه الاسيويه ان يكون واحد منهم هو بطل البطوله. طبعا اليابان فرقه قويه جدا والصين فرقه قويه، في فرق في اسيا كبيره جدا، لكن المنتخبات العربيه قدامها فرصه ان المنتخب اللي هيلعب في ارض عربيه هيلعب في قطر، واكيد هيشوف دعم كبير في قطر من الجمهور القطري. وفي 2 مدربين مرنوا منتخب مصر في البطوله دي، طبعا هيكتور كوبر منتخب سوريا، وهيكتور كوبر منتخب سوريا، وكارلوس كيروش منتخب قطر. منتخب قطر دلوقتي هو مدربه كارلوس كيروش المدرب السابق لمنتخب مصر، وطبعا هيكتور كوبر مدرب مصر في كاس العالم، هيكتور كوبر هو مدرب منتخب سوريا. تعال بقى نروح لخبر يخص ايضا كارلوس كيروش، اللي بالنسبه له قال ان دي بدايه حقيقيه لي مع قطر. شدد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب القطري على ان مهمته بناء منتخب قوي وتحقيق اعلى مستوى من الجاهزيه البدنيه والذهنيه قبل خوض بطوله كاس اسيا 2023 بقطر مطلع العام المقبل طبعا. وقال كارلوس كيروش:
قرعة كأس آسيا جيدة والمباريات ستكون مثيرة. وأضاف المهم الآن هو كيفية التحضير لخوض منافسات البطولة، ويجب أن نكون جاهزين في الوقت المناسب وأن نحقق أعلى مستوى من الجاهزية البدنية والذهنية، فنحن ندافع عن اللقب التي توجت به قطر عام 2019. وأشار الضغط هو جزء لا يتجزأ من عمل المدربين وكل اللاعبين، ده جزء كبير جدا الضغط ده لما انت تبقى حاطه زي ما هو قال كده، ده جزء كبير من عمل الرياضي عموما. يعني الرحلة هتبدأ الآن ومهمتي هي بناء منتخب قطري قوي وصل ووصل في نهاية المطاف، هدفي أن أجلب السعادة لكل جماهير المحبي الكرة القطرية في الوطن العربي. طبعا تصريحات من راجل احنا جربناه هنا في مصر وعارفين ان هو مدرب رائع بالمناسبة، في ظروف صعبة جدا وصل لنهاية افريقيا ووصل لمباراة النوك اوت في كأس العالم وخسر ماتشين من نفس الفرقة من السنغال، هو مدرب عنده امكانيات عالية جدا، والكرة القطرية في كأس العالم كانت مش على اعلى مستوى ليها او مش في احسن حالتها، فنتمنى طبعا التوفيق لمنتخب عربي زي قطر. خلصت هنا اخبارنا العالمية وهنطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة اخرى. ورجعنا لحضراتكم ووصلنا لفقرة الصحافة، والنهاردة كلامنا من الصحافة الإنجليزية، واللي اهتمت الصحافة الإنجليزية النهاردة الصبح يعني يوم الخميس بتصريحات جاك جريليتش جناح مانشستر سيتي، واللي أعرب من خلالها عن ثقته في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، نهائي دوري أبطال أوروبا عفوا. يعني ده الماتش بتاع امبارح بتاع التعادل ده عامل قلق جامد، يوم الثلاث عفوا عامل قلق جامد جدا في انجلترا، لكن لا تأمنوا غدر ريال مدريد. ريال مدريد ممكن ما يلعبش كل البطولات لكن يلعب دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اوروبا بس وياخده. خلي بالك، يلا بينا نروح للصحافه على طول ونبدا من صحيفه ديليكسبريس. قال جاك ملعب الاتحاد قد يكون الفارق امام الريال. اما صحيفه ديليستار قال او عنوانها كان صناعه الثلاثيه، جاك بخير الريال، جاك يخبر الريال بأنهم لن يكونوا أو لن ينقفوا السيتي. كما كتبت صحيفة بالميل، إيدن من أجل النهائي، الإنتر فريق ديجوكو في الطريق نحو إعادة لم الشمل من مع السيتي. خلصت اخبار الصحافه بتاعتنا، لكن ما ينفعش نعدي الحلقه دي من غير ما يكون معانا واحد من كبار النقاد الرياضيين، الاستاذ جمال الزهير رئيس تحرير اخبار الرياضه السابق، وواحد من القامات الصحفيه اللي بنعتز بيها عشان يعني ناخد رايه بقى في مباراه بكره ماتش الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. استاذ جمال مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا عبد الرحمن داش، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. حضرتك اللي وحشني جدا، يعني قيمه وكبر اسم حضرتك تكون معانا، دي حاجه تشرفنا جدا. لا تحت عمرك يا عبد الرحمن على طول في اي وقت يا حبيبي. ربنا يخلي حضرتك، كل سنه حضرتك طيب وحضرتك طيب وبخير. الله يخليك. قول لي بقى، شايف مباراه بكره ازاي بين الاهلي والترجي؟ طبعا هي مباراه بين فريقين من الفرق اللي بيطلق عليهم فرق بطوله طبعا، يعني سواء كان النادي الاهلي ببطولاته المعروفة محليا وأفريقيا ومشاركاته في مونديال الأندية، فالنادي الأهلي يعني يلعب للبطولة فقط أمام فريق برضو من الفرق اللي بتعرف توصل للي هي عايزاه، حتى لو بينقصها أي عدد من اللاعبين أو أي مقومات يعني، إنما برضو بتفضل المباراة بينهم مباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة ما تقدرش تحدد. طبعا بنتمنى ونتوقع أن النادي الأهلي بإذن الله بعد عودته من مباريات دوري المجموعات يعني مر بظروف كده معينة، إنما قدر يتغلب عليها، ثم لقاؤه مع الرجاء قدر مستوى الأهلي يتطور جدا في الذهاب والإياب، وأعتقد أن مباراته إن شاء الله أمام الترجي بإذن الله رغم ما يقال عن وجود غيابات في فريق الترجي، إلا أن لعيبة الأهلي ومستر كولر بخبراتهم الكبيرة أكيد هم
مقدرين قيمة نادي الترجي. طيب هل غياب جمهور الترجي هيكون عامل إيجابي في صالح الأهلي، ولا الفرق الكبيرة اللي زي الأهلي والترجي ما بيفرقش معها تلعب بجمهور أو بدون جمهور؟ لا طبعا ما تفرقش، وعشان كده دايما بنقول انه الجمهور بيبقى له بعض التأثير، لكن في ظل ظروف معينة وغابة الجماهير الفريق ده مش هيتخلى عن كل طموحاته، وبالتالي يعني اهم حاجة ان لعيبة النادي الاهلي ما ينخدعوش بكل الكلام اللي بيتقال على عوامل تضعف من الترجي. يعني رأي من رأي حضرتك طبعا، لان كمان معهم مدرب مخضرم كابتن نبيل معلول، يعني معهم كابتن نبيل معلول، ومعهم كمان بقول لحضرتك عندهم خبرات كبيرة جدا مهما كانت الغيابات. وسهل جدا لما نقول ان هم بيغيب عنهم حارس المرمى معز بن شريفية وغيلان الشعلالي وحمد الهوني ورياض بن عياد وهاني عمامه. طب ما احنا عندنا ايضا في النادي الاهلي في غيابات، ومع ذلك احنا بنتكلم على الامر الواقع. الامر الواقع انه الفريقين امام 90 دقيقة في تونس ثم 90 دقيقة في القاهرة باذن الله حاسمة جدا، وهي باذن الله اللي هتصعد بالنادي الاهلي الى الدور النهائي. يعني طبعا طبعا كلام حضرتك كله صح طبعا استاذ جمال. عايز اخد بس من حضرتك في النهايه سريعا عشان هننتقل لمباراه اليد دلوقتي، توقعك للمباراه وهختم مع حضرتك على طول. هي طبعا الفوز، والتوقع باذن الله النادي الاهلي يمر من هذه المباراه بنتيجه تكفيه في مباراه العوده للتاهل باذن الله، مع كل الاحترام لفريق الترجي التونسي. نتمنى ان شاء الله استاذ جمال، والف شكر جدا لوجود حضرتك معانا في 7 دي سبورت، شرفتنا ونورتنا. ويعني دي كانت نهايه حلقتنا النهارده بوجود الكاتب الصحفي الكبير استاذ جمال الزهيري. نتمنى ان احنا نكون يعني لمينا اخبار النادي الاهلي كده كلها النهارده، وكمان نكون غطينا وجود الفرقه في تونس بشكل كويس. على ان نلقاكم ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع القادم. دلوقتي هنتابع مع بعض ماتش اول اغسطس الانجولي مع الاهلي في المنقول، طبعا هيبقى هنا على شاشه قناه النادي الاهلي. اول ما اختم مع حضراتكم على طول هنروح لبث مباشر لمباراه الاهلي واول اغسطس. وفي الختام خير وسلامه.